إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب، اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم وتقبله مني. طلبة وطلبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم ومراجعة نهائية في مادة الجبر الترم الثاني. في البداية لا تنسى الاشتراك في القناة وتعمل لايك للفيديو وتشيره للأصدقاء والفيسبوك وتابعونا باستمرار. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأولاني بيقول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. بيقول إذا كان الجذر التربيعي ل 64 زائد 36 تحت كل تحت الجذر بيساوي 8 زائد س، فإن س بتساوي 2 6 ولا 9 ولا العشرة؟ طب هنا نبتدي نتعامل مع المسألة، طبعا ده مسائل تراكمي، ده يعتبر جزء إيه؟ تراكمي. طب نعمل إيه؟ طبعا طالما عندنا جذر تربيعي وفي علامة جمع وطرح، الأول لازم نجمع أو نطرح وبعد كده ناخد الإيه؟ الجذر. طب هنا بنجمع صح؟ يبقى أنا عندي 64 وكام و36 هنجمعهم وبعد كده ناخد الجذر. لما تيجي نجمعهم كده مع بعض يهو اجمع 64 لو جمعتهم على 36 مجموعهم يديني كام؟ 100. يديني كام؟ 100. طب هنا بقى نبتدي ناخد الجذر التربيعي، ال 100 الجذر التربيعي بتاعها كام؟ 10. نقوله 10 بتساوي كام؟ 8 زائد مين؟ زائد الايه؟ زائد السين. طب كويس خالص، هو طالب مني السين. طب عشان نجيب السين نقوله بقى ال 10 ديت عباره عن 8 زائد كام؟ زائد 2. يبقى السين هنا بكام؟ ب 2. يبقى نقوله ببساطه خالص، نقوله 8 زائد 2 دي 10، يبقى السين قيمتها كام؟ 2. يبقى نعوض عن السين ب 2، يبقى هي الاجابه الصحيحه كام؟ 2. 2 او السؤال الثاني بيقول لي اذا كانت للمعادلتين اللي هم مين بقى؟ س زائد 4 ص بتساوي 7، دي المعادله الاولانيه. المعادله الثانيه 3 س زائد ك ص بتساوي 21، عدد لا نهائي من الحلول، عدد لا نهائي من الايه؟ من الحلول. لما يقول لي المعادلتين دولت لهم عدد لا نهائي من الحلول، معنى ذلك ان المعادلتين دولت منطبقين على بعض. يعني ايه منطبقين؟ يعني معامل السين هو نفسه معامل السين بس مضروب في عدد ثابت، وهو نفس العدد مضروب في صاد، وهو نفس العدد في الحد المطلق. يعني انا هي نفس المعادله ديت، هي نفس المعادله دي، بس انا ضارب المعادله الثانيه دي في عدد ثابت. طب هنا المعامل بتاع السين هنا كان في الاول واحد، هنا المعامل كام؟ 3. خلاص يبقى انا ضربت في 3. طب الواحد اللي السبعه ديت اضربها في 3 يديك 21، يبقى نفس العدد الثابت. يبقى الاربعه دي هتضربها في عدد ثابت برضو يدينا نفس الحكايه. يبقى الاربعه في كام؟ في 3. الاربعه في 3 بكام؟ ب 12. يبقى المفروض الكاب دي بكام؟ بايه؟ ب 12. دي طريقه. الطريقه الثانيه ان هما لو المعادلتين لهم عدد نهائي من حلول، يبقى معامل السين في المعادله الاولى على معامل السين في المعادله الثانيه بيساوي معامل الصاد على معامل مين؟ الصاد في المعادله الثانيه. يلا بينا نشوف كده. يبقى نقول واحد في المعادله الاولانيه لمعامل السين على معامل السين اللي هو كام هنا؟ 3، بيساوي معامل الصاد في المعادله الاولانيه كام؟ 4. كويس. على معامل الصاد اللي في المعادله الثانيه اللي هو كاف. ونعمل طريقه المقص بقى، نقوله ايه؟ نقوله الواحد في كام؟ بكاف، يديني هنا كام؟ ايه؟ الكاف. ونضرب الوسطين مع بعضهم بقى كده ضبط الطرفين، الواحد في كام؟ بكاف. الثلاثه في اربعه بكام؟ ب 12. يبقى الناتج يديني برضو ايه؟ 12. يبقى الناتج هنا هيطلع لنا بايه؟ بالايه؟ ال 12. سؤال رقم 3 بيقول لي اذا كانت الداله نون س عباره عن س زائد 2 على س ناقص 3، فان مجال نون ناقص 1 اللي هي الايه؟ المعكوس الضربي للداله. عايز مجال المعكوس الضربي، ده بيرمز للمعكوس الايه؟ الضربي. هنا بيقول لي علشان تجيب المعكوس الضربي، خلاص مجال المعكوس الضربي هنقوله عباره عن ح، نقول الاعداد الحقيقيه كلها ما عدا اصفار البسط والمقام، ما عدا اصفار داله البسط وداله الايه؟ المقام. دالة البسط عبارة عن ايه؟ س ناقص ايه زائد الايه؟ زائد الاثنين. هات مجال، هات ايه؟ اصفارها. يعني هات اصفارها، يعني حط العدد دوت بعكس الاشارة. معنى يقول لك هات لي اصفار دالة، نشيل السين ونحط مكانها العدد، نفس العدد بس بعكس الاشارة. طب العدد هنا كام عندك؟ عندك اثنين، حطه بعكس الاشارة يبقى سالب اثنين. طيب بنفس الطريقة برضو نجيب ايه؟ اصفار دالة المقام اللي هو تحت، يعني س ناقص 3. طب انا عايز نعوض عن س بكام عشان يخليه ده بصفر؟ نقول عوض عن س ب 3، 3 ناقص 3 بصفر،
يبقى نقوله هنحطه بدل السين كام؟ 3. يبقى هنا مجال الداله تحتي اللي هي داله 2 داله الايه المعكوس الضربي هو ح فرق سالب 2 وكام 3، يبقى دي الاجابه الايه الصحيحه اللي هي ح فرق سالب 2 وكام و3. السؤال الثاني ا بيقول لي اذا كان ا وب حدثين من فضاء عينه لتجربه عشوائيه، وكان احتمال الالف احتمال مين؟ الالف يساوي نص، احتمال الباء بيساوي 1 على 3 ثلث يعني. اوجد ايه بقى احتمال الف اتحاد الب في كل من الحالتين الاتيتين. واحد لما يكون التقاطع ما بين الايه ما بينهم، التقاطع ما بين الحدثين دولت بيساوي 1 على 8. طيب احنا عارفين بقى ان الف اتحاد ب عباره عن ايه؟ عباره عن احتمال الالف اتحاد الب عباره عن احتمال الالف لوحده، ده احتمال الباء ناقص احتمال التقاطع. دي سهله جدا ولازم تكون عارفها. يبقى احتمال الاتحاد بيساوي احتمال الاول زائد احتمال الثاني ناقص احتمال التقاطع، بسيطه جدا. يبقى احتمال الف اتحاد الب بيساوي احتمال الالف زائد احتمال الباء ناقص احتمال الف تقاطع الباء. انا عندي احتمال الالف بنص واحتمال الباء بثلث، وعندي احتمال التقاطع ب 8 عوض تعويض مباشر، يبقى نقوله نص زائد الثلث ناقص الثمن. بالآلة الحاسبة أو أي حاجة هتلاقي الناتج يطلع لك في النهاية بكام؟ ب 17 على 4 وإيه و20، يبقى أنت بتستخدم الآلة الحاسبة وتشتغل دهوت هديك كسر إيه اعتيادي 17 على 4 وكام؟ و20. طيب حاجة تانية بيقول لك عايز برضو مين؟ ألف اتحاد الب، احتمال ألف اتحاد الب إذا كان بقى إن الألف وب حدثين متنافيين. لما يقول لي ألف وب حدثين متنافيين معنى ذلك أن التقاطع بتاعهم بيساوي صفر. يبقى التقاطع دايما هيساوي كام؟ بيساوي. هنا نقول له لما أ وب حدثين متنافيين نقول له ان نكتب نفس القانون برضه، بس المره دي بقى نقول له ان ده بكام؟ بصفر. يبقى نقوله احتمال أ حد ال ب بيساوي احتمال الألف زائد احتمال ال ب ناقص احتمال الايه؟ التقاطع، بس التقاطع بصفر يبقى ده دلوقتي بكام؟ بصفر. يبقى ده مش معانا، يبقى نعوض عن احتمال الألف واحتمال ال ب بس، نقوله يساوي احتمال الألف بنص زائد احتمال الباء بثلث 1 على 3. بالآلة الحاسبة هنشتغل هنلاقي كام؟ 1 ايه 5 على 6. يبقى هنا في الحالة الثانية لما يكون الحدثين متنافيين احتمال الألف اتحاد الب هيديني 5 على كام؟ على الايه 6. تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده اللي هو جزئية ب، بيقول لي اوجد في ح ضرب ح مجموعة حل الجبري للمعادلتين. الحل الجبري للمعادلتين، المعادلة الأولانية اللي هي عبارة عن 2 س زائد ص بتساوي 1، المعادلة الثانية عبارة عن س زائد 2 ص بتساوي كام؟ 5. طبعًا ديت المعادلتين دي من الدرجة الأولى ودي من الدرجة الأولى. هنستخدم طريقة اسمها طريقة الإيه؟ الحذف. هنحذف الس أو الص ونجيب قيمة الإيه؟ الص أو الس على حسب ما عندي. طب نعمل إيه؟ هنحط المعادلة الأولانية زي إيه ما هي، المعادلة الأولانية اللي هي 2 س زائد ص بتساوي 1 هنحطها زي ما هي ونسميها رقم 1. المعادلة الثانية بقى ديت هنضربها، خلي بالك معايا هنا 2 ايه؟ 2 س، وهنا كام؟ وهنا س، فممكن نضرب المعادلة الثانية في سالب مين؟ المعادلة الثانية دي الأولى أو المعادلة الثانية هنضربها في كام؟ في سالب كام؟ سالب 2، ممكن نضربها في سالب مين؟ 2 علشان نضيع الايه؟ الس. طيب نضرب المعادلة كلها، تعال اضرب معايا كده، هنقول سالب 2 في س بسالب ايه؟ 2 س. سالب 2 في موجب 2 ص يبقى سالب 4 ص. سالب 2 في 5 بسالب 10. خلاص ونسمي دي المعادله رقم 2 قولوا بالجمع. لما بنبتدي نجمع ايه اللي يحصل؟ يبقى موجب 2 س تروح مع سالب ايه؟ 2 س. طب نقوله هنا موجب ص موجب 1 ص وسالب 4 ص يديني سالب 3 ص. 1 وسالب 10 يبقى نقول الشاطر الكبير سالب نحطها ونطرح العددين نقول 10 ناقص 1 يديني 9. يبقى المعادله اتحولت سالب 3 ص بتساوي سالب 9. هنرجع نعمل ايه؟ هنقسم على معامل الصاد. مين معامل الصاد؟ اللي هو سالب 3. يبقى هنقسم على سالب 3. لما بنقسم على سالب 3 الايه؟ سالب 3 تختصر، وسالب 3 نقوله سالب 9 على سالب 3 يديني ايه؟ موجب 3. يبقى نقوله سالب 3 على سالب 3 يديني 1 يتبقى لي ص. سالب 9 على سالب 3 يديني موجب 3، يبقى قيمة ايه؟ دي قيمة مين دلوقتي؟ قيمة الايه؟ الايه؟ الصاد. قيمة مين الصاد تطلع بكام؟ ب 3. جبت صاد ب 3، ارجع عوض في المعادلة رقم 1 اللي هي رقم 1 ديت، عوض فيها. بدل الصاد نحط كام؟ 3. نزل المعادلة بقى زي ما هي، نقول 2 س
زائد بدل السطح حاطين 3 بيساوي 1. هنودي التلاتة هناك مع تغيير الإشارة، مع تغيير إشارتها، يبقى نقوله 2 س بتساوي 1 سالب 3. 1 سالب 3 يديني سالب 2. بعد كده إيه نقسم على معامل س اللي هو الاتنين، يبقى س هتطلع بسالب 1. كده عرفت س بكام دلوقتي؟ بسالب إيه؟ 1. عرفنا س بسالب 1 وعرفنا الص بالتلاتة، نعوض نقول له مجموعة الحل على طول. بقى يبقى مجموعة الحل عبارة عن بنفتح الأول قوس مجموعة وقوس زوج مرتب. قوس الزوج المرتب بنحط الس الأول بعد كده الصاد. س بكام؟ بسالب 1. الصاد بكام؟ بتلاتة. يبقى مجموعة الحل عبارة عن المجموعة اللي هي داخل قوس زوج مرتب سالب 1 وإيه وتلاتة، يبقى دي مجموعة الإيه؟ الحل. السؤال بعد كده بيقول لي ألف باستخدام القانون العام أوجد مجموعة حل المعادلة الآتية في ح. عايز ايه؟ بيقول لي 2 س تربيع ناقص 5 س زائد الواحد بيساوي صفر مقربا الناتج لرقم 10 1. يبقى هنا طالب مني لازم نقرب الناتج لايه؟ لرقم 10 1. طبعا علشان نستخدم القانون بنطلع الالف والباء والجيم. الالف اللي هو معامل السين، الباء اللي هو معامل الصاد، الجيم الحد المطلق. الالف عندنا بكام؟ نقول الف ب 2 والباء بسالب 5 والجيم اللي هو الحد المطلق بكام؟ بواحد. القانون بيقول لك ايه بقى دلوقتي؟ القانون بيقول لنا س بتساوي سالب ب موجب او سالب الجذر التربيعي ب تربيع ناقص 4 ا ج مقسوم على 2 ايه؟ 2 ا. الرموز ديت هنعوض عنها في بدلها، بدل الرمز هنحط مكانه ايه؟ قيمته العدديه. طيب سالب ب ان هو بسالب 5، سالب في سالب بموجب يبقى ايه؟ موجب 5. موجب او سالب زي ما هي الجذر التربيعي. ب تربيع سالب ب 5 الكل تربيع يعني 25 ناقص 4 في الالف ب 2 في الجيم بواحد على 2 في الف، 2 في 2 ب ونشوف بقى كام؟ ب 4. بالاختصار بقى هيبقى عندي 25 ناقص هنضرب دول في بعضهم يديني سالب كام؟ 8. يبقى 5 موجب او سالب جذر التربيع 25 ناقص 8 على 2 في 2 بكام؟ ب 4. هنطرح دولات من بعض، هنقوله 5 موجب او سالب 25 ناقص 8 يديني 17 على الاربعة. خلاص بعد ما عملت الخطوة ديت هنفصلهم عن بعض، هنخلي مرة واحدة بالموجب وواحدة بالايه؟ بالسالب. نقوله ايه؟ نقوله السين بتساوي 5 موجب جذر 17 على الاربعة، وبرضه هنقوله السين بتساوي 5 سالب جذر 17 على الايه؟ الاربعة. طبعا بالآلة الحاسبة نبتدي نجيب ده ونجيب ده باستخدام الآلة الحاسبة. بالآلة الحاسبة هيطلع لي كام؟ هيطلع لي الرقم ده بكام؟ باتنين وتلاتة من عشرة، اتنين وكام؟ وتلاتة ايه من عشرة لأقرب رقم عشري واحد. طيب بالآلة الحاسبة برضو هنجيب ده هيطلع لي كام؟ هيطلع لنا اتنين من عشرة. بعد ما جبت القيمتين نقوله مجموعة الحل، نفتح قوس مجموعة ونحط فيه 2 و3 من 10، ده الجذر الاولاني. الجذر الثاني هيطلع ب 2 من ايه؟ من 10. طب السؤال بعد كده بيقول لي اوجد نون س في ابسط صوره مبينا مجال نون، حيث نون س عباره عن س تربيع زائد 4 س زائد 3 على س اس 3 سالب 27 على خلاص س زائد 3 مقسومه على س تربيع زائد 3 س زائد 9، ثم اوجد نون 2 ونون سالب 3 ان ايه؟ ان ام. طب نعمل ايه بقى دلوقتي؟ اول خطوه بتاعتنا نبتدي نعمل عمليه الايه؟ نخلي المعادله زي ما هي او الداله زي ما هي وايه؟ ونحلل بقى الحاجات اللي محتاجه تحليل نحللها. س اس 2 ناقص 4 س زائد 3 بتتحلل يعني اعتبر دلوقتي ايه؟ مقدار ثلاثي بسيط. س اس 2 عباره عن س في س، ال 3 3 في 1، الاشاره دي موجبه ودي موجبه يبقى الاشارات موجبه. خلاص يبقى دي موجب ودي موجب. طب تيجي نحلل بقى مين؟ س اس 3 ناقص 27 ده اسمه فرق بين مكعبين، يبقى قوس صغير وقوس كبير. قوس الصغير بناخد الجذر التكعيبي لس اس 3 اللي هي س ناقص الجذر التكعيبي 27 اللي هي كام؟ ايه؟ ال 3. الجذر التكعيبي س 27 يديني كام؟ 3. بعد كده بنربع س في س بس تربيع. بعد كده نقول سالب 3 في سالب 3 موجب 9. طب الاشاره هنا كام؟ سالبا، خلي دي موجبه عكسها دايما. ونضرب 3 في س ب 3 كام؟ س. يبقى انا كده حللت ايه؟ الفرق بين مكعبين، الفرق بين مكعبين. المقدار اللي فوق ما بيتحللش،
ليه؟ لانه س زائد 3 مقدار ايه؟ ما بتحللش. برضه ده ما بتحللش لانه يعتبر مقدار ثلاثي كاذب. ليه؟ لان ما فيش عددين حاصل ضربهم 9 ومجموعهم 3، حاصل ضربهم 9 ولو جمعتهم يديني ايه؟ 3، يبقى ده عشان كده مقدار ثلاثي ايه؟ كاذب. نجيبه ازاي المجال؟ نبتدي نجيب المجال من ايه؟ من مقام الكسر الاول وبسط مقام الايه؟ الكسر الثاني في حاله القسمه فقط، في حاله الايه؟ القسمه. يبقى المجال بنجيبه من المقام في الكسر الاول والبسط والمقام في الكسر الثاني. طب هنا نقوله س خلاص، يبقى المجال ح كل الاعداد الحقيقيه ما عدا، بنشيل بقى ايه؟ نحط المعكوس الجمعي للعدد، سالب 3 معكوس الجمع يمين 3. طبعا ده المقدار اللي ما بيتحللش، ده ما بيتحللش، يبقى مجموعه اصفاره ايه؟ ملوش مجموعه اصفار، يبقى نقوله في المجال بتاعه ملوش مجموعه ايه؟ اصفار، او مجموعه الاصفار بتاعته خلاص يعني مجاله كل الاعداد الحقيقيه، يبقى ملوش مجموعه اصفار. طيب هنا س زائد 3 بنحط المعكوس الجمعي للعدد سالب 3 اللي هو سالب 3. الكسر ده مالوش برضه، زي هو ده زي ده بالظبط مالوش، يبقى خلاص المجال نقول له ح فرق التلاتة والسالب 3. طيب بعد الخطوه دي نعمل ايه بقى؟ نثبت الكسر الاولاني ونحول علامه العلى الى ف ونقلب الكسر الثاني، نقلبه يعني نخلي البسط مقام والمقام بسط. يبقى نثبت الكسر الاولاني هيبقى ينزل زي ما هو، يبقى س زائد 3 في س زائد 1 مقسوم على س ناقص التلاتة مضروب في س تربيع زائد 3 س زائد 9 تنزل زي ما هي، على حولناها الى الف خلاص، يبقى علامه الضرب شقلب الكسر البسط خليه في المقام والمقام خليه في البسط، يبقى انا كده شقلبت الكسر. الخطوه اللي بعد كده نختصر الحاجات المتشابهه، لو في حاجات متشابهه نبتدي نختصرها. اختصر نعمل ايه بقى دلوقتي؟ نقوله هنا اهوت مين يختصر مع مين؟ حلاي المقدار ده ثلاثي يروح مع ده كله زي ما هو كده مع بعض. طيب هنا في س كام؟ س زائد 3 تختصر مع س زائد 3 كويس. في الاخر خالص هيفضل لنا مين؟ هيفضل لنا س زائد 1 مقسوم على س ناقص 3، يبقى نون س بتساوي س زائد الايه؟ نقول له ابسط حاجه عندنا بقى نقول له الداله بعد الاختصار هتبقى عباره عن س زائد 1 مقسوم على س ناقص كام؟ 3. السؤال بعد كده بيقول لي هات لي مين؟ هات لي نون 2. نون 2 يعني ايه؟ يعني قيمه الداله لما س ب 2، لما س بكام؟ ب 2، عوض عن س ب 2. طب هنا هنحطه كام؟ 2، يبقى نقول له 2 و1 يبقى هنا 2، وهنعوض هنا س بايه برضه؟ بالايه؟ بال 2. طب يلا نشوف، انزل معايا كده ونشوف، يبقى نقول له نون 2 2 و1 3 ماشي. طب نعوضه برضه نفس الحكايه، هنقوله هنا 1 ناقص كام؟ ناقص 3 يديني سالب ايه؟ او نقول 2 2 سالب 3 يديني سالب 1، 3 على سالب 1 يديني سالب كام؟ 3، يبقى قيمه الداله بايه؟ سالب. هنا بقى بيقول لي هات لي نون سالب ايه؟ سالب 3. بص بقى معايا، لو انت بصيت المجال هو ح فرق ده، يعني مثلا نقوله ايه؟ سالب 3، يبقى سالب 3 ديت بنشيلها من المجال، يبقى هنا لما نيجي نعوض بسالب 3 يبقى الداله غير ممكنه، يبقى الداله بتاعتنا غير ممكنه. ليه؟ لانها بره المجال بتاع الداله، طالما هي خارج المجال يبقى نقوله نون سالب 3 غير ايه؟ غير ممكنه. وانت لو عوضت حتى الداله دهيت عن مين؟ سالب 3 هنا اهوت، لانها من الاساس بقى في الاول خالص عوض عنها بسالب 3 نلاقي الداله بتاعتنا غير ايه؟ غير ممكنه. نشوف السؤال بعد كده بيقول لي اوجد في ح في ح مجموعة حل المعادلتين الآتيتين، المعادلة الأولانية س بتساوي ص، المعادلة الثانية س تربيع زائد ص تربيع بيساوي كام؟ 18. دي معادلة من الدرجة الأولى ودي معادلة من الدرجة الإيه؟ الثانية. بيقول لي اشتغل بقى وريني هتعمل إيه؟ طب يلا بينا. هنا بقى هنستخدم طريقة اسمها طريقة الإيه؟ التعويض. طيب طريقة التعويض يعني إيه؟ نعوض، يعني مثلا هنشيل الس ونحط مكانها مين؟ الصاد، أو نشيل الصاد ونحط مكانها س، فأنا هنشيل مين؟ السين من هنا ونحط مكانها مين؟ الصاد، يلا نشيلوها كده أهوت، يبقى بدل السين نحط، يبقى هنا بقت إيه؟ يبقى صاد، بدل السين نحط إيه؟ صاد، يبقى صاد تربيع زائد صاد تربيع بيساوي كام؟ 18، بيساوي كام عندك؟ 18، يبقى بدل السين حط صاد، يبقى صاد تربيع زائد صاد تربيع بيساوي 18. طب ما هي صاد تربيع وصاد تربيع
هنا وهنا بنجمع الاثنين زي بعض، يبقى اثنين من نفس الحاجه، اثنين من نفس الايه الحاجه، لان المعامل هنا واحد والمعامل هنا واحد، يبقى 2 ص تربيع بيساوي 18. هنقسم على الكام؟ على الاثنين، بنقسمه على الايه الاثنين، يبقى لما نقسم على الاثنين هيتحول الى ايه، نقول ص تربيع بتساوي 18 على الاثنين فيها كام؟ 9. بعد كده نقوله باخذ الجذر التربيعي للطرفين، خد الجذر التربيعي للطرفين. طب لما بناخد الجذر التربيعي خلاص، يبقى ص بتساوي موجب او سالب 3. يبقى لما بناخد الجذر التربيعي بيبقى موجب او ايه او سالب، وناخده التسع جذرها كام؟ 3. اصبح لص قيمتين، واحده اسمها 3 والثانيه سالب مين؟ 3. يبقى نقول ص بتساوي 3، وفي نفس الوقت ص بتساوي سالب مين؟ 3. ارجع عوض في المعادله الاولانيه، اللي هي المعادله الاولانيه ديت، عن ص بكام؟ ب 3، وعن ص بايه؟ بسالب 3. طالما هما الاثنين بيساووا بعض، يبقى السين برضه هتطلع نفس الحكايه، نقول السين بتطلع ب 3 والسين بتساوي ايه؟ 3، لان هو بيقول لي السين بتساوي الص. يبقى عوض عن السين ب 3 يبقى الص ايه؟ ب 3، او عوض عن الص ب 3 يبقى السين بايه؟ ب 3. نقول له بقى مجموعه الحل بقى تعملها ازاي؟ هنعمل قوس مجموعه وقوسين زوجين مرتب. خلاص؟ الاول نحط قيم السين والصاد، السين ب 3 والصاد ب 3. وفي الثاني برضه الحكايه نفس الحكايه، نحط السين والصاء سالب 3 وسالب 3. يبقى ديت مجموعه الايه؟ الحل بتاعت الايه؟ المعادله، اللي هي المعادله من الدرجه الاولى مع معادله من الدرجه الايه؟ الثانيه. وفي نهايه هذه الحلقه اتمنى ان تنال اعجابكم، لا تنسى الاشتراك في القناه وتعمل لايك للفيديو وتشيره للاصدقاء والفيسبوك، وتابعونا باستمرار، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.